بدي اتوجه لكم، انتم كل واحد هو مع بكره بروح على شغله، عم يتعب ويعرق، شاب وصبي عم يفكروا كيف بدهم يبنوا مستقبلهم. بدي اقول لكم اول شيء، نحن جايين من عالم، انا شفت انه برا بالعالم السياسي كثير مفهوم بعيد على مفهومنا، بالمفهوم القيمة المضافة بحد ذاته. كيف يعني ننتج؟ كيف يعني نخلق؟ شفت برا، برا يعني بالعالم السياسي، انه طريقة الشغل هي طريقة بس محاصصة، بس افكار، شو انا بدي احقق لذاتي مبيل، شو اشط غيري. بنظري هيدا يلي وصل لبنان للانهيار التالي. المؤسسات اللي انتو فيها هدفها تنمى تكبر، بس هدفها الاساسي اذا كانت مبنية على صخر هي تنمو انتو كاشخاص. وهالعلاقة بين الشخص والمؤسسة هي اللي بتحول النجاحات الجماعية لنجاحات خاصة، ونجاحات خاصة لنجاحات جماعية. أنا بنظري كل شيء تعلمته بحياتي بالمؤسسات اللي اشتغلت فيه، تعلمت أنه إذا ما بتبني على صخرة الإنسان وعلى طموح الإنسان وعلى تفجير طاقة الإنسان، عبسا تعمل. من هيك لقيت أنه لازم بالشأن العام بلش نطلع بهالطريقة، من هالمنظر، بناء وطن الإنسان يلي مصلحة الوطن ومصلحة الإنسان ماشي مع بعضه، مش مصلحة الحزب والفريق هي قبل كل مصالح الوطن. وصار في علاقة فقط لا غير بين الفرقاء السياسيين بين بعضه، ونسيوا الوطن ونسيوا الإنسان. من هون بدي اتوجه لكم اليوم قبل الانتخابات النيابية، انتو بدكم تعملوا الفرق، لانه يلي عم نعمله اليوم بالشأن العام ان كان بكسروان وجبال او بكل لبنان هو نفوت هالفكر، الفكر المؤسساتي، هذا الفكر الانتاجي، هذا الفكر يلي مبني على الانسان وتطوير حياته الى الشأن العام. من هيك انا وحدي ما فيني اعمل شيء، وعم اتوجه لكم، انتم بدكم تنتفضوا. ما فينا بقى نحمي مؤسساتنا بلبنان كلها اذا لبنان رح يضل نازل نحو الجحيم مثل ما نكفي. اذا انتم مش اليوم رح تتحركوا بسرعه كثير وتصوتوا بطريقه تحمي العمارة الكبيرة اللي عم تتعمر يلي اسمها مؤسسات الانتاجية اللبنانية، أنا بعتبر نحن بعد أيام قريبة جدا حيكون في أزمة كتير كبيرة في كل المؤسسات الاقتصادية الناجحة في لبنان، وما يبقى بقى فرص عمل فينا نفتخر فيها، فينا نقول لأولادنا يبقوا بلبنان ما يهاجوا. شفتوا أمام عيونكم شو صار بالمدارس، شفتوا أمام عيونكم شو صار بالمصارف، شفتوا أمام عيونكم شو صار بالمستشفيات. ما بدنا يصير هيك بالمؤسسات الصناعية. من هيك صوتوا لمشاريع واضحة بالإنتاج، بعدم المحاصصة، بالسيادة. هودي الأساس يلي بدنا نعمر عليهم المؤسسات الدولة اللبنانية تتكون منتجة وتحمي مؤسسات وتحمي فرص عمل. من هيك كل شخص منكم مدعو اليوم ما يقوم يكتب في ايديه، بحاجة لعلكم تروح تشتغلوا حواليكم عيالكم تتقولوا لهم بدنا نصوت، بدنا نصوت لأشخاص ملتزمين، واحد انه هن ضد المحاصصة وشاركوا بالمحاصصة، اثنين ملتزمين بسيادة لبنان بكل معنى الكلمة. قولوا لهم
إذا مبسوطين بحياتكم اليوم، بأموالكم اللي راحت بالبنوك، بمستشفياتكم اللي بقى فيها حكمة ولا نرسال، بمدارسكم اللي عم تفلس وما في أساتذة، بطرقاتكم المكسرة، بكهربكم ما بتسوى، رجعوا صوتوا للمنظومة، وإلا صوتوا معنا تنغير هذا الواقع ونخلص فرص عملنا الموجودة بعده واللي عم نحافظ عليهم بدموع عيوننا.